التلفاز على فكره ينقص 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 ينقص. عندها عام وثلاث شهور هاد الشابة هادي اللي مشات عند العطار خدات واحد العشوب على اساس انه ربما باش انها تشافي يعني هذيك العشوب خداتهم باش تناولهم باش تحيد شي مرض او ربما انه الالتزام يعني اللزوم. طلقت نفسها انه النبولة وخلل هبلت انا دابا نعطيك الكلمه تتلقى النفس يعني نادية اللي كانت شابة جميلة عايشة الحياة مع الزوج ديالها اللي تا هو تقاتل على الزمان وتتقاتل على الظروف. اليوم تتشوف بانه عائلة ديال نادية انه هاد الشابة هادي يعني اللي ضاعت بين ليلة وضحاها بسبب ربما نقدروا نقولوا انه هذيك العشوب اللي تناولتهم اللي ما ناسبوهاش والان هما ساعدوهم. يعني لالا بانك تحكي لنا نادي كيف كانت عايشه كيف كانت عايشه بخير على خير صحتها ما بها والو عايشه مع دارهم بخير وعلى خير وراجلها بخير وعلى خير واكله شاربه وكانت قالت لك دار راه النبوله ومشات شرات شي دوك النبول دوك العشوب زعما تاكلهم تولي لها لاباس حتى ولات كاع طلعوا لها الماء الراس ولات مرضوها ولات نشفات كاع من الماء المخ اللي مشي دوز ليها درت ليها التحاليل وداك الشيء وصافي تمشي للسبيطار وتردوها ليا تقول لك ردها للدار. ولكن علاش يردوها لك من السبيطار لالا؟ ما عرفت يديروا ليها التحاليل وداروا ليها نفات ما خلوها ما داروا لها وردوها صافي يقولوا لي ثاني ردها للدار ونردها ونمشي ثاني وتجي ثاني للدار وتنفخ لها هذيك النبوله تزقى من سميتو تنفخ لها كشا ونردوها ليهم ثاني. نعم هذاك اليوم واش انت تتفكري الوالده تتفكري انت هذاك النهار فاش مشات هي بغات تشري هذوك العشوب من عند العطار تفكرتي هذاك النهار كنتي معاها ولا مشات لراسها فاش بغات تشري هذوك العشوب؟ لا ما كنتش معاها لان هي راجلها مع دارتها نبوله وقال لها وقالت لي نمشي نشوف لك شي عشوب قال لها نديك ندوز لك قالت لي لا بغيت العشوب هما اللي يبريوها لي قال لها بنتي نمشي ندوز لك الدواز اللي زين احسن من داك الشيء قالت لك لا وقالت لي لا بغيت نشري انا العشوب وشري لها العشوب ديال النبوله صافي ولا كاع تسدات ليها النبوله. النهار بالضبط واش فجات هي جابت معها دوك العشوب للدار وتناولتهم ديك الساعه بانت فيها الحاله يعني ديك الساعه مرضات ولا من بعد تناولتهم ديك الساعه هي وشرباتهم قعدت سيمانه عاد مرضات الشريفه قعدت سيمانه عاد مرضات ديك الساعه فاش هي مرضت فاش مرضات كنتي معاه هنا في الدار لالا؟ لا ما كانش معايا كانت في دارو عند راجلها ما شتاش انا كاع يطعيتو ليا قال لي راه مريضه